مارشون صورك نقول غير محظوظ. علاش؟ لان جمع واحد وسط الميدان، ولكن خاصو يكون هذيك 55 نرجعوها 56 ما فيها باس على الاقل. هو لان حريمات ماشي حريمات حريمات راه ماشي ديال هذه السنه، راه سنتين وما يزيد، وحريمات متالق على مستوى وسط الميدان ديال فريق الجيشمان. على كل حال قدر الله ما شاء فعل. كنت تقول علاش حريمات ما كاينش؟ حريمات لاعب كبير بكل صراحه في وسط الميدان، لا يناقش مساله حريمات لاعب كبير، لا تناقش، وكتبقى اختيارات المدرب. كثره الاختيارات لعبد الوليد هي اللي وي بالفعل. لا حريمات وسط الميدان عندك امرابط وناحي حارد جبران خنوس ريتشارد، كاين شي لعابه سميتو حريمات احسن منهم. انا بلا مع احترام من الاسماء بلا ما نذكرهم، كاين شي لاعبين كاينين هنا في هذه التشكيله في هذه السيرتو. يعني انت حريمات كتشوف فيه مظلوم من الاخر وي بيان اه مظلوم وللامانه. لا لا شوف قلت واحد الكلمه مهمه سي ابراهيم، ولا الناس لا ما كنستغلوش تالق اللاعبين كيكونوا في الطوب ديالهم متوهجين. انا بعد انا متوهج بغي يعيط لك، انا كناخب واعطيك خصني نعيط لك. الا ما كنعيط لكش كتزاد، كتزاد لو فوليم ديالك، كتزاد القيمه التسويقيه ديالك. شوف راه كتعيط فريق وطني، راه ما كنرجعوش للور، راه كنت عارف سوني انا كتلعب مع شباب محمد، راه ملي ولا كيعطي الفريق الوطني ولو في جوج راه المنتخب ولو في جوج عشان المنتخب، وكتولي تعض بسنانك وبيدك باش باش تلقى محافظ على مكان ديالك. المرحله سابقه لان خصنا نوصل للمنتخب المربع الذهبي في المونديال صافي بالفعل زاد قيمه اللاعب بعد المونديال اصبحت كبيره. قيمه اللاعب المغربي اكيد راه كلشي كيتكلم على اللاعب المغربي، وان شاء الله غتزاد القيمه ملي غيجيبوا كاس افريقيا ان شاء الله. اللي باغي يدخل غير في هذه التشكيله وي بالفعل كيمشي يمشي يطلع على التريبيل كاع ماشي مشكل. راه مجرد حمل القميص الوطني راه في حد ذاته راه انجاز، راه ماشي سهل باش يعطيك الفريق الوطني. لا 40 مليون واحد معيطين 27، تصور 40 مليون واحد مصفين منا 27 ماشي سهل، ماشي سهل سي ابراهيم.